مشاهدينا رمضان كريم، وبرحب فيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أوروبا في فلسطين بدعم من الاتحاد الأوروبي. في حلقة اليوم رح نسلط الضوء على مشروع تحسين الصحة الإنجابية للسكان في المناطق المهمشة في قطاع غزة، لكن في البداية رح نحضر إحنا وياكم تقرير بيركز على هالمشروع، لكن بعد الفاصل. الاتحاد الأوروبي شريك ملتزم في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية. أوروبا وفلسطين شراكة وجوار. تسعى جمعية الثقافة والفكر الحر وبالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة وبدعم من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع تحسين وضع الصحة الإنجابية لسكان المناطق المهمشة في قطاع غزة وتمكينهم من صنع خيارات صحة إنجابية ورفاهية أفضل. هذا المشروع بيعتبر من أحد أهم المشاريع اللي بترعاها جمعية الثقافة والفكر الحر، لأنه هو بيتقاطع مع أحد الأهداف الاستراتيجية اللي هي تمكين النساء وتحسين الوصول للخدمات صحة إنجابية متكاملة، وأيضاً هي التجربة الأولى للجمعية الثقافة والفكر الحر أنها تأخذ تمويل مباشر من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع شريك محلي اللي هو جمعية الهلال الأحمر غزة. بالنسبة للمشروع هو في إقبال متزايد للنساء، وخاصة إنه المركز بيرعى أو بيوفر مساحات من خدمات صحة إنجابية وجنسية ذات جودة عالية تقدم من خلال فريق عمل نسائي. يهدف المشروع إلى تمكين النساء وتقويتهن وتقديم خدمات صحة إنجابية متميزة بمفهومها الشامل، بالإضافة لمناهضة العنف ضد المرأة من خلال تقديم المساندة النفسية والاجتماعية والقانونية وتنظيم حملات مناصرة وضغط تتناول قضايا العنف الموجهة ضد المرأة وإطلاع صناع القرار عليها والتشبيك مع المؤسسات المعنية. وإحنا شركاء لأنه عنا مركزين بنفس الرؤية بنفس الأهداف مستمرين منذ أكثر من 13 عام، يعني إحنا جبالي لنا 13 سنة، البريج أكثر من 16 سنة. كانت الفكرة ناجحة جدا في قضية الصحة الإنجابية، وإحنا بنقدم باكج كاملة حقيبة الصحة الإنجابية بشكلها الكامل، واللي مشروع الاتحاد الأوروبي عزز تنفيذ هذه الحقيبة ويزود عدد المنتفعين إضافة لإيجابياته في قضايا تطوير البناء وبناء القدرات، في قضايا التزويد بالأجهزة المساعدة لتعزيز خدمات الصحة الإنجابية، إضافة لشيء كتير إنجاز عظيم إدخال برنامج المعلومات المحوسب للعامين هدول، وإحنا قيد التدريب في موضوع البرنامج المعلومات المحوسب في كشبكة واحدة في البرنامج. مشاهدينا، بعد ما شاهدنا التقرير اللي بيسلط الضوء على مشروع تحسين الصحة الإنجابية للسكان في المناطق المهمشة في قطاع غزة، رح ننتقل إحنا وياكم إلى زميلتي وفاء في قطاع غزة ومع فقرة أسئلة وجوائز. شكرا فرح. أعزائي، برحب فيكم في قطاع غزة وبنكمل برنامجكم أوروبا في فلسطين وفقرة الأسئلة والجوائز بس بعد الفاصل. الاتحاد الأوروبي شريك ملتزم في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية. أوروبا وفلسطين شراكة وجوار. كل عام بخير. بخير. تعرف عليك؟ خليل صحوان. احنا برنامج اوروبا في فلسطين، معنا سؤال على جائزة بقيمة 50 يورو، شو رأيك تجرب تشارك معنا؟ تفضلي. طيب، هسألك سؤال، كم تبلغ مساحة اوروبا؟ اوروبا 15 مليون.
25 مليون كيلومتر مربع. 15 مليون. لا 25. كم تبلغ مساحة أوروبا؟ 10 مليون كيلومتر. 10 مليون كيلومتر مربع. صحيح. إجابتك صح، ربحت معانا جائزة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 يورو، تفضل. مبروك. الله يبارك فيك. كل عام وانت بخير. انت بخير. رمضان كريم. الله يكرم. تعرف عليك؟ أبو نادر أبو سعيد. نداء أبو سعيد. احنا برنامج جرب فلسطين، معنا سؤال على جائزة بقيمة 50 يورو، شو رأيك تجرب يمكن تربح معنا الجائزة؟ والله إن شاء الله. هعطيك أسامي ثلاث دول أوروبية، دولة منهم مش عضو في الاتحاد الأوروبي، ليست عضو في الاتحاد الأوروبي. أوكي؟ النرويج، السويد، البرتغال. البرتغال. النرويج. النرويج؟ إن شاء الله. إجابتك صح، النرويج ليست عضو في الاتحاد الأوروبي، ربحت معنا جائزة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 يورو، تفضل. مبروك. سؤال على جائزة بقيمة 50 يورو، سؤال: ما هي سلسلة الجبال التي تفصل أوروبا عن آسيا؟ الهيمالايا. الهيمالايا؟ إجابتك خاطئة، كل عام وأنت بخير. ما هي سلسلة الجبال التي تفصل أوروبا عن آسيا؟ هي اللي تحت الألب. لا، القوقاز. الأورال والقوقاز. القوقاز، نعم. إجابة صحيحة، سلسلة الجبال التي تفصل آسيا عن أوروبا هي سلسلة جبال الأورال والقوقاز، تفضل، ربحت معنا جائزة بقيمة 50 يورو، مبروك. مكملين معكم جولتنا الميدانية، بس معنا فاصل صغير وراجعين. الاتحاد الأوروبي شريك ملتزم في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية. أوروبا وفلسطين شراكة وجوار. برحب فيكم مرة تانية من حي الشيخ عجلين على شاطئ بحر غزة، أسئلة عديدة وجوائز بقيمة 50 يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، خلونا نبلش. كل عام وانتم بخير. بخير. رمضان كريم. الله أكرم. تعرف عليك؟ أم خالد شاهين. عماد شاهين. معي سؤال على جائزة بقيمة 50 يورو، شو رأيك تجربي يمكن تربح معنا الجائزة؟ إن شاء الله. كم نسبة المساحة الخضراء التي تغطي مدينة وارسو؟ نسبة في المية. 60. 80%. 60%. كم تبلغ نسبة المساحة الخضراء التي تغطي مدينة وارسو؟ يمكن بجزء 40. 40%. إن شاء الله 40. إجابتك صحيحة، نسبة المساحة الخضراء التي تغطي مدينة وارسو 40%، ربحت معنا جائزة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 يورو، تفضل. مبروك. الله يبارك فيك وشكرا، كل عام وانت بخير. كل عام وانتم بخير. بخير ان شاء الله. رمضان كريم. الله اكرم. تعرف عليكم؟ وسام شعات. مسامر حماده. طيب احنا معنا سؤال على جائزه بقيمه 50 يورو، شو رايك تجربوا يمكن تربحوا معنا الجائزه؟ ان شاء الله. السؤال بيحكي: واحده من الدول التاليه تعتبر من اقل الدول الاوروبيه من حيث الكثافه السكانيه: لاتفيا، اسبانيا، بلغاريا. شو اجابتك؟ بلغاريا ان شاء الله. اسبانيا. بلغاريا. بلغاريا. لاتفيا. لاتفيا. لاتفيا ان شاء الله. اجابتك صح، الدوله هي لاتفيا، تعتبر من اقل الدول الاوروبيه من حيث الكثافه السكانيه، ربحت معنا جائزه بقيمه 50 يورو، مبروك. بهيك وصلنا معك لنهايه فقره الاسئله والجوائز من برنامج اوروبا في فلسطين، الف مبروك للي فازوا معنا بجائزه بقيمه 50 يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي. عودة للزميلة فرح. شكرا وفاء. مشاهدينا مشوارنا معاكم لهون انتهى، بتمنى تكونوا استمتعتوا معنا في هالحلقة، وألف مبروك للفائزين اللي فازوا معنا في الجولة الميدانية. في حلقة اليوم سلطنا الضوء على مشروع تحسين الصحة الإنجابية للسكان في المناطق المهمشة في قطاع غزة،
بدعم من الاتحاد الأوروبي. أكيد رح نشوفكم بكرة بنفس الموعد ومع حلقة جديدة من برنامج أوروبا في فلسطين. بشكركم على حسن المتابعة، ومني أنا فرح زحلقة، أطيب الأوقات، رمضان كريم، وإلى اللقاء.